ننتقل معكم الآن إلى مقال اليوم مشاهدين، والذي اخترناه من موقع العرب الجديد بعنوان مجددا في الأردن الشك يكفي لقتل امرأة. وهذا المقال للإعلامية والكاتبة المتخصصة في الإعلام المجتمعي والتنموي عطاف الرضوان. تستهل الكاتبة قولها: يكفي أن يشك أحدهم في العائلة بسلوك إحدى نسائها لينتهي به الأمر إلى إعدامها خارج قطاع العدالة، بيده لا بيد عمرو، مثل سائد يستخدم ليكون القاضي والحكم والمنفذ. تضيف أيضا: تبقى عبارات شك في سلوكها وقتلها غسلا للعار تعمي بصيرتنا، مثل لوحة إعلانية ضوئية بشعة في طريق صحراوي مظلم، وهي عبارات مكررة تساق لتبرير جريمة القاتل، كما قالت كاتبة المقال، وتنبه إلى أنه في أسبوع واحد حدثت 3 جرائم بحق نساء ارتكبت ببشاعة في بيوت مظلمة فقدت مشاعر الأبوة والأخوة، كما وصفت الكاتبة، وانتهت أخبارا عاجلة على الشاشات الزرقاء، وخبى بريقها بعد ساعات فقط من هذه الأخبار. تختتم الكاتبة أيضا بالتذكير بأن النساء يحاولن النجاة من العنف المستمر في البيوت المغلقة على أسرارها، ولا يعرف أحدهم مقدار المعاناة التي تعانيها نساء جريمتهن الوحيدة أنهن يحاولن العيش بالحدود الدنيا المتاحة للآدمية، كما وصفت كاتبة المقال. للحديث حول موضوع المقال نرحب بالكاتبة عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج النساء في الأخبار عطاف رضوان. أهلا بك سيدة عطاف. يعني ذكرتي في مقالك أن غالبية جرائم الشرف ليس لها علاقة بالشرف، وقد تكون بسبب ميراث وغيره من يعني الأمور. يقودنا ذلك إلى سؤال: لماذا يتجه القاتل إلى ادعائه أن الجريمة هي جريمة بدافع الشرف مع أنها قد تكون غير ذلك؟ يعني هل يعني أن العقوبات على جرائم الشرف تكون مخففة على القاتل؟ صباح الخير لك، صباح الخير المستمعين. بس حابة أنوه، أنا عطاف الروضان. في البداية ما يساق بتبريرات جرائم القتل الواقع على النساء غالبا ما يكون تكون فيه المرأة متهمة وضحية، بحيث أنه يعني يعتقد القاتل أنه يكسب تعاطفا مجتمعيا في الدرجة الأولى، وثانيا مخرجا قانونيا للجريمة التي ارتكبها على إحدى محارمه. وهذا يعود إلى النصوص القانونية التي مثل مادة 98 التي تفتح مجال لتخفيف العقوبة على الجاني إذا كانت، بغض النظر إذا كانت الضحية امرأة أو رجل، هي العذر المخفف ما يعرف بثورة الغضب، وتحديدا المادة 340 التي تقول أنه من فاجأ إحدى محارمه يعني بهذا يعتبر عذر مخفف له. لكن هذه في الحالات الواقعية، لكن الجناة يستخدمون هذه كتبريرات بحيث يعني يبرروا تصرفات أحيانا وفي الغالب، كما تظهر سجلات المحاكم ونتائج التحقيقات الأخيرة، أن قد يحدث أن الجريمة لا تتعلق بما ذكرته المادة 340، قد يكون خلاف عائلي، قد يكون شك هذه الكلمة التي تدمي قلوبنا عندما نقرأ الجرائم الواقعة على النساء، شك في سلوكها، وبالتالي تضفي وتنتهي بقتلها دون حتى أن يسمع صوتها أو تسمع حجتها، باعتبار أنه قام بتنفيذ العقوبة سلفا قبل أن تصل إلى المحكمة أصلا. نعم، ذكرت أن الشارع الأردني سيد عطاف يعني يتواطأ كثيرا يعني من أفراده، أو يكون هناك تواطؤ من أفراده كما ذكرت في مقالك، مع يعني القاتل، قاتل أو مرتكب جرائم الشرف بصورة عامة. يعني ألا تعتقدي أن من يتواطأ مع مثل هذه الجرائم هم الشريحة الأقل وليست الشريحة الأكثر؟ ويعني ذكرت أن بعضهم يكون ظاهر والبعض الآخر يكون مختبئا. صحيح، حتى نكون دقيقين أنه هذه الصفة تكون ليس لا تتعلق بالأردن وحدها، وإنما في غالب الدول العربية ذات الثقافة المحافظة.
لأنه يسهل المجتمع ويسهل الشارع أن يبرز تبريرات للذكر الذي قام بارتكاب جريمة، ويبحث دائما عن ما ترتديه المرأة، عما فعلته، ربما يكون هناك سبب جعله يقدم على فعلته، حتى في الجرائم البشعة التي ارتكبت في وضح النهار في جامعة مثلا في مصر، وفي جامعة في الأردن، في بيوت، في الشارع العام. كان الشارع دائما في التعليقات عندما تراهم تحديدا في السوشيال ميديا دائما يضع اللوم على المرأة، باعتبار انه المرأة دائما يعني انطلاقا من سلطة أبوية وثقافة مجتمعية. ولكن لا نستطيع الاعتماد بصورة عامة على آراء السوشيال ميديا، يعني هناك 100%، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة دائما تبرز ان الذكر سلطة، وبالتالي يعني ربما المرأة التي كانت ضحية الجريمة هي كانت سبب في هذه الجريمة. وهذا ما ذكرته في النهاية، أنه نحتاج إلى وعي مجتمعي أكبر. صحيح التعاطف ليس عاما من قبل أفراد المجتمع، ولكن هناك فئة كبيرة لا يعني لا يستهان بها، ما زالت تسوق تبريرات لجريمة قتل النساء، وهذا للأسف يساهم فيه نوعا ما الإعلام بطريقة أو بأخرى، طريقة كتابة الخبر، طريقة العناوين، إبراز أي ساعة قتلت فيه المرأة، ماذا كانت ترتدي، وإبراز عبارتي غفلا للعار والشك في السلوك. وبالتالي دائما من خلفيتنا الاجتماعية المحافظة دائما نلجأ، لأنه ربما كان فعلا هذا سببا لإزهاق روح، وقد يتضح أحيانا بأنه ليس له سبب، ليس له علاقة بما ذكر. الإعلامية والكاتبة المتخصصة في الإعلام المجتمعي والتنموي السيدة عطاء فرودان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.